بدنا نشوف الأحداث السياسية تتوالى يوما بعد يوم، الطعون التي ردت ومنها الطعن اللي قدم على الانتخابات رد هذا الطعن، بعد الطعن قدم على رئاسة مجلس النواب ضد السيد محمد الحلبوسي وأيضا رد هذا الطعن. هناك مناكفات سياسية، وأيضا عندنا طعن مقدم ضد فتح باب الترشيح لمدة أي 3 أيام أيضا ممكن يوم الأربعاء يرد، هذا بعدين نجي له أيضا. تفضل. فالطعون تتوالى ورد هذه الطعون، يعني دا نشوف انه الامور دا تصير في سياق واحد. طيب. الطعون كلها ردت، هناك اطراف سياسيه ترى نفسها متضرره من التغيير في الانتخابات الاخيره. نعم، الانتخابات غيرت وجوه، الانتخابات قلبت الموازين، قلبت المعادله السياسيه. انت تعلم جيدا بعض الكتل الكبيره في الدورة السابقة، هذه الدورة ما استحصلت إلا على مقعد أو مقعدين، وبعضها ما حصل أي مقعد. هناك تغييرات قوية جدا حصلت في الساحة السياسية العراقية. هذه التغييرات للأسف اليوم البعض أصبح ما يتقبل هذا الأمر، يرى أن هذا الأمر صعب عليه، أنه أنت اليوم مسيطر، أنت اليوم لك سلطة حكم من 2003 ولغاية الآن، وفي يوم وليله الانتخابات تقلب الموازين راسا على عقب. بعض الاطراف السياسيه بدات لا تتقبل هذا الامر. علينا ان نكون مرنين، علينا ان نعترف بالنظام الديمقراطي. هذا النظام الديمقراطي ابو فيصل، اليوم انت في سده الحكم وغدا انت في المعارضه، ويبقى هذا دولاب سياسي ما يتوقف. للاسف بعض الاطراف السياسيه ما اعترفت بهذا التغيير، بعض الأطراف ترى نفسها متضررة جدا، وبالتالي بدأت تستخدم أساليب عديدة من خلال نفوذها المالي ونفوذها السياسي في الفترة السابقة. بعض الأطراف السياسية احترمت نتائج الانتخابات، نعم اعترضت على بعض المخرجات، لكن أساليبها كانت قانونية ومحترمة، واعترفت باللعبة الانتخابية واحترمت العملية الانتخابية واختيار المواطن العراقي. بعض من هذه القوى يهدد، بعض من هذه القوى لا يعترف بالعملية الانتخابية، وبالتالي الصراعات مستمرة، صراع سياسي كبير جدا.